شوف طريقة التقديم مروعة جد رائعة. الأكل والبصل غير شكل، هاي حسب الإمكانية، إمكانية إلى حدا. شفت فول أخضر كتير وطبخت فول أخضر كتير، بس قدمته هيك شيء هيك فول أخضر؟ إذا كنت تعرفوا كيف عملنا الفول الأخضر وقدمناه بهي الطريقة وبهاللوحة الفنية مثل ما عودكم شي برهان، طبعا هذا شوف طريقة التحضير. بننظف الفول من الشروش أو الخيطان تبعه، منقطعه بهاي الطريقة. حبايب القلب، بالنسبة للفول الأخضر فيكن تحمسوه فرن مع التوم والزيت. في الطريقة التانية اللي بفضلها أنا، إنه نسلق الفول نص سلقة، بحافظ على لونه الأخضر وبروح النفخة تبعيته. مع المي رح نضيف، تكون مي سخنة، بنضيف معلقة ملح ومعلقة سكر. هاي الطريقة تستوي الفول. إذا عندكم كمية زيادة فيكن تفرزوها، نفس اللي بعد السلق فيكم تفرزوا يبرد الفول. هلا بعد السلق اعلمكم كيف طريقه التفريز، بس يغلي المي بنضيف الفول. بتركهم يغلوا لمده 10 دقائق. هيدا السواد او اللي بتشيلوه هيدا بيروح نفخه الفول كلها. هلا بعد مرور 10 دقائق بنصفي الفول. حبايب القلب، بعد ما نسلق الفول عندنا نص سلقه، إذا بتحبوا تفرزوا الفول فيك تحطوه بكأس فريزة، تسحبوا منه الهواء وتحطوه بالفريزة. رح نحتاج طنجرة، زيت الزيتون. اللي ما بيحب زيت الزيتون فيه يستخدم زيت النباتي، بس يفضل بزيت الزيتون. الفول بده كمية ثوم كبيرة، تقريبا معلقة ونص ثوم مطحون. هيك بعد ما عندنا صار عندنا الثوم حمر مع الزيت، بنضيف الفول. هذا الفول هلا بموسم الفول نحن، وان شاء الله بحلقه ثانيه حنعمل مقلوبة الفول بس على طريقه الشيف برهان. وهذا الفول امكانيه اي حدا، مو حسب الامكانيه، يا ما في لحم ولا دجاج. هلا في ناس بتحب تضيف الكزبره او قبل الفول، بس انا ما بحب تضيف الكزبره الخضراء الا اللي بعد الطبخ. اذا حطيتوه قبل الطبخ حتمرمش. وهيك بنغطي الفول، خليه يتشبع بالثوم والزيت. الله الله على ريحة الفول. بنحرك الفول، بنضيف الكزبرة الخضراء، بنحرك، تشوف لون الأخضر، بنضيف معلقة ملح. وهلا رح نقدم الفول بطريقة مثل ما عودكم الشيف برهان. بنضيف الفول بالنص. أنا عامل الزبادي بالبصل الأبيض. الفول الأخضر بحب البصل والفجل واللبن، وعملنا لكم الفلة بالبصل الأخضر، منزين بالكزبرة الخضراء. وصحتين وهنا. وهلا بلش جد. فول اخضر مع لبن وبصل اخضر. هيدا هو الفول الاخضر حصريا لازم يكون مع بصل اخضر. مثل ما هي بتشيلها بالصحن للضيف. شوف. شيء محترم وقلي. مثل ما عودكم شو بقولها. جد رائعة. الاكل والبصل غير شكل. هاي حسب الإمكانية، إمكانية إلى حدا. البصل الأخضر هيك شوي وهيك. الله الله، هو الفول أكل مقدر. بهاي الطريقة بتاكلوا الفول ما بينتفخ بطنكم ولا شيء. إذا بتحبوا تضيفوا كمون فيكم تضيفوا كمون، أنا بحب الفول الأخضر ضيفوا كمون. الفول اليابس بحب تضيفوا كمون. حبايب القلب، عملنا لكم فول بالزيت بطريقة كتير بسيطة خفيفة ونظيفة، بس بطريقة التقديم مثل ما عودكم الشيف برهان. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا بالشير واللايك والمتابعة. تذكروا دائما مع الشيف برهان لا حدود للإبداع. أنا بكبر بدعمكم، كل الحب والإحترام الشيف برهان.